بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. إن شاء الله الليلة أتكلم عن مشروع إيكوميرس باستخدام سبرينج بوت. المشروع طبعا يا شباب يشوف من هنا، هفتح الإكليبس من هنا وهعمل رن سبرينج بوت. طيب تمام، البورت ستارت 80 89. همشي الى جوجل كروم لوكال هوست 80 89. شو مي أدمن. ممكن أعمل لوج أوت من هنا. طيب يا شباب، دي الصفحة الرئيسية بتاعت المشروع بتاعي من هنا. تمام، هأدخل اليوزر نيم والباسورد، هقول له ريميمبر مي لوجين. طيب دي صفحة الداشبورد بتاعت البروجكت بتاعي. الداشبورد دي اليوزر ولا الكاتوجري والبراند والبرودكت والكاستمر والشيب ريت والاوردر والسيلز ريبورت والسيتنج دي من هنا. اول حاجة عندي اسم السايد نيم بتاعي اسمه شومي. طبعا هعمل تاني، هعمل ران تاني للابليكيشن ده. واحد ابليكيشن ده صفحة الادمن، الادمن عنده ابليكيشن براو. اجي للفرونت اند من هنا وهقول له ران الفرونت اند وهقول له ران سبرينج بوت. قبل ما يخلص طبعا يا شباب، دي هنا السيتنج بتاعي. اول حاجة عندي الكنتري من هنا، ممكن اعمل لود كنتري من هنا لكل الدول. هنا كل الدول بتاعتي عندي هنا الستيت، يمكن اضيف هنا، ممكن اضيف كنتري، اضيف دولة واعمل ابديت لدولة واعمل ديليت. تمام، عندي هنا الستيت، ممكن برضو هنا لود كنتري ليست. مثلا انا عاوز شنو، مثلا السودان او السعودية العربية. من هنا السعودية العربية فيها شنو، فيها المدن دي. انا ضفت الستيت دي، أبها والديلم ولا الدمام وجدة ومكة والمدينة المنورة والرياض. طيب تمام، عندي هنا الميل، سيرفر. من هنا الميل سيرفر انه هتعمل انت، هتعمل سيتنج للميل بتاعك للايميل. اول حاجة السيرفر هوست نيم smtgmail.com والبورت نمبر طبعا، واليوزر نيم. هنا دي اهم حاجة، اليوزر نيم بتاع الايميل بتاعك والباسورد. دي عبارة عن شنو يا شباب، دي انه لما الكاستمر مثلا من هنا جينا، تمام ستارت، طيب 89، هفتح صفحة جديدة من هنا لوكال 89. تمام،
دي يا شباب صفحة الصفحة الرئيسية بتاعت الكاستمر، يعني دي اللي هشوفه شنو، هشوف الكاستمر من هنا. دي آخر آخر أربعة آخر أربعة برودكت أنا ضفتها على ضفتها للمشروع بال البرودكت بتاعي، البرودكت نوفا 7i و تي بي لينك، ودي الأسعار بتاعها. دي آخر شنو، آخر أربعة برودكت أضافت للمشروع. من هنا يمكن تعمل شوبينج بشنو، باي كاتوجري، شوبينج باي كاتوجري. من هنا ممكن أقول له ديسكتوب، ديسكتوب أبليكيشن، دي هنا ديسكتوب أبليكيشن يا شباب. من هنا هي عبارة عن شنو، مثلا طبعا ممكن من هنا أعمل شنو، أعمل عليها تفاصيل بتاعي، هديني هنا هديني التفاصيل، التفاصيل كلها من هنا، الكمبيوتر ميموري ولا جي بي يو سبيد ولا الدي في دي ار. طيب من هنا ممكن شنو، أعمل آد تو كارت، آد تو كارت. قال لي شنو، قال لي يو ماست لوج إن تو ذا برودكت تو كارت، معناته شنو، هعمل شنو، همشي من هنا همشي لوج إن، هقول له لوج إن، هقول له شنو، يا إما كونتينيو ويز جوجل، يا إما كونتينيو ويز فيسبوك، يا إما كونتينيو ويز الداتابيز. هتمشي في الداتابيز، يكون عندك مسجل في الداتابيز. تمام، لا انا هعمل شنو، هعمل ساين اب، هعمل ساين اب، همشي اروح الداتابيز من هنا، شو مي دي بي، شو مي دي بي، شو مي دي بي. في شو مي دي بي يا شباب عندي مثلا الكاستمر، من هنا الكاستمر، الكاستمر طبعا دار اشوف الايميل ما مسجل. طيب طيب تمام، هقول له ايش، هقول له مثلا اعمل تسجيل من هنا. اول حاجة طارق صافي الفيرست نيم، مثلا محمد احمد اللاست نيم. طيب بعدين عندي مثلا اليوزر نيم، الايميل بتاعي طارق صافي 50، الباسورد زيد، هدخل الباسورد. تمام، واقول له شنو الفون نمبر مثلا، سويت يعني في الاخر اللاينوم الفا. كسلة سيتي ألف نيو. من هنا يمكن أعمل شنو، أعمل السودان، السودان، وشوف الدول المسجلة، الدول المسجلة السودان. تمام، من هنا في السودان في شنو، طيب السيدي
إذا حلفة حلفة نيو وقول له كريت أكاونت قال لي شنو؟ So customer registration success. قال لي you have registered success as a customer. Please check your email to verify your account. همشي وين؟ همشي مثلا هنا الايميل بتاعي. خمسين. كويس من هي الرسالة بتاعتي جات من هنا النت تعبان شوية يا شباب بس معلش يا شباب عندي مشكلة في الانترنت بتاعي المهم هنواصل في صفحة السيتنج صفحة السيتنج يا شباب دي كما هي كما عندي أول حاجة اليوزر عندي كم يوزر أول حاجة عمل شنو لوجين عمل لوجين ريميمبر مي تمام دي اليوزر دي اليوزر اللي عندي هنا لكل اليوزر اليوزر بعدين عنده يمكن اعمل تعديل اليوزر احمد من هنا اعمل له تعديل طبعا في كذا رول اول حاجه في الادمن بيعمل شنو مانج ايفريثينج وعندي سيلز بيرسون بيعمل مانج للبرودكت برايس كاستمر شيبنج اوردر وعندي الاديتر مانج كاتيجوري والبراند والبرودكت والشيبر والاسيست عندي يمكن اقول له شنو يمكن انيبل يمكن اعمل له شنو عمل له ينابل اليوزر ده يعني شنو ما هيدخل للمشروع بتاعي اجي للكاتوجري من هنا كاتوجري نفس الحكايه يمكن اضيف شنو اضيف كاتوجري من هنا عمل تعديل تعديل للكاتوجري من هنا وعمل لا سيف دي بالنسبه للكاتوجري ممكن شنو يا شباب ممكن اضيف نيو كاتوجري من هنا اما اضافه للنيو كاتوجري من هنا واقول له سيف اجي لجنو اجي للبراند البراند برضو كذلك يمكن من هنا اعمل جنو من هنا مثلا اعمل edit عندي هنا الكمبيوتر عندي هنا الكاتوجري هتعمل جنو سيلك للكاتوجري من هنا نجي للبرودكت بتاعي اهم حاجة البرودكت طبعا البرودكت يا شباب
ممكن اعمل شنو؟ اعمل نيو جرو ديت من هنا. اول حاجه هتعمل برودكت نيم والياس والبراند والكوست، نجي لك ديسكريبشن، تعمل له ديسكريبشن فول ديسكريبشن وشورت ديسكريبشن. عندي الايمج تختار كذا صوره، ممكن اربع او خمس صور. عندي الديتيل وعندي الشيبنج، دي كلها في الكاتيجوري في البرودكت. نجي للكاستمر من هنا، الادمن يستطيع اداره الكاستمر. عندي هنا كم كاستمر؟ عندي 1 2 3 4 كاستمر من هنا، تمام، 4 كاستمر. ممكن اعمل شنو؟ ايديت، تمام. دي بالنسبة للكاستمر من هنا. طبعا بالنسبة للشيب ريت، الشيبنج ريت اللي هو شنو؟ اللي هو التوصيل، توصيل خدمة الشحن، يعني انه في ابو ظبي الشحن شنو؟ عندي خاصية الشحن، يعني هنا الغيتها، هنا حقول له شنو؟ هنا متوفر عندي الخاصية دي. بالنسبة لقطر الدوحة ممكن اعمل لها شنو؟ اعمل لها يعني يبقى لي شنو؟ support for shaping ID has been update، عملت لها update بالنسبة للدوحة. دار تعمل دولة جديدة يعني منطقة ثانية، ممكن تعمل من هنا مثلا الكويت أو الأردن والدولة بتاعتها مثلا السيتي، تمام. طيب الشيبين كم مثلا؟ 5. ديت الدليفري مثلا ندي 4 أيام، عمل لها كاش اون دليفري، كاش انه عند خاصية شنو؟ كاش اون دليفري، عمل لها سيف. قال لي شنو؟ قال لي ذا شيبين ريت هاز بين سكسسفول. عندي هنا الباقي نيشن اللي هنا يا شباب. طيب بعد ده اجي لشنو؟ اجي للاوردر، الاوردر مش عندي اوردر من هنا. طيب بعد ده ممكن اعمل شنو؟ ممكن اعمل لوجن هذا ريجستر. طيب هنا للكاستمر من هنا، ممكن للكاستمر نمشي للكاستمر مثلا، نمشي للإيميل من هنا، so you don't have permission to access this page، تمام. أقول له هنا لوجين، قبل اللوجين تمام. أنا كده عملت هنا لوجين من هنا، اختار التليفون ده مثلا، اعمل له هنا اد تو كارت، قال لي شنو؟ وان ايتم اد تو برودكت. امشي لايه؟ امشي لل
قال لي update your تمام عمل update للدولة بتاعتي قال لي شنو no shipping available for this معناته شنو همشي وين مثلا امشي من هنا همشي من هنا مثلا اختار كايرو شباب اختار كايرو من هنا اختار كايرو جبت قال لي شنو ثاني بعد ده اعمل تشيك اوت اعمل تشيك اوت من هنا تمام اقول له شنو كاش اون ديليفري وعمل بليس اوردر ويز